يو فيديو جديد وتحدي جديد يا جدعان، او مش تحدي جديد، والنهارده فلوج جديد عشان النهارده جالنا اغرب صندوق عشوائي في مصر. طبعا وانا معرفش هو اغرب صندوق ولا لا، بس من حجم الصندوق يا جدعان عرفت ان هو اغرب صندوق، لان جالنا صندوق حرفيا يخض. المهم ان احنا قررنا نفتح الصندوق ده معاكم، وكل حاجه في الصندوق انتوا اللي هتشوفوها الاول. قبل ما نبدا الفيديو يا جدعان، عايز اقول لكم ان احنا النهارده بالظبط عددنا تقريبا 2,800,000. فعايز اي حد لسه بيتفرج على الفيديو ده ولسه مش مشترك في القناه، استنى كده، انا سمعت كلمه غريبه. ايه ده؟ ايه ده لسه بيتفرج على الفيديو ومش عامل اشتراك في القناه؟ ازاي يعني؟ واللي مش عامل لايك الفيديو ده برضه ينزل يعمل لايك دلوقتي حالا عشان نوصله ل 70,000 لايك. ايه قصده 170,000 لايك؟ 170,000 لايك، ويلا بينا عشان نفتح الصندوق. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان كان معظم اليوتيوبر بينزلوا فيديوهات على الصندوق ده، بيقول لك جالي صندوق عشوائي. انا طبعا ما كنتش بصدق الموضوع ده، بس فعلا انا بفتح في وش الاقي في صندوق زي كده، فادركت انا كنت ظالمكم يا جدعان. بس انا قررت ان انا ادي حد هديه بوكس زي ده. فامتى بقى؟ فعشان حد ياخد هديه بوكس زي ده هتخشوا تتابعونا على الانستجرام، وفعلا هحط هديه لحد زي كده. مين اللي بوظ الفيديو ده؟ مين؟ بص يا عم اتمنى يكون حاطط لي جوه الصندوق ده شاي بلبن وبسكوت يا جدعان. طب بس الثلاجه افرز يا عم. طبعا انت عرفت ان انا تيك توكر جديد، بس انت روح انت الناحيه الثانيه بقى عشان كده ما تبوظليش بقى. ده جوار بتاع دمك هتبهدلكم. بس هتبهدلكم. وبعدين بقى في الكلام ده بوكس هيموتني. وسع ابوش كان البوكس بامان وسلام. انا ضمنت ان الناس مش هتبات في البيت النهارده خلاص. جاهزين نفتح البوكس؟ طب يا جدعان، عايز اقول لكم قبل ما نفتح الصندوق العشوائي ده، شويه مين عليا ان انت اللي عشوائي. اول هديه هنفتحها في الصندوق ده اكيد هتخليها انا. يا جماعه اقسم بالله العظيم انا بقالي اسبوع اتحايل عليهم من قبل ما المسابقه اللي فاتت. طب السؤال، طيب طب اكسب، طب اعمل اكونت فيك، طيب واكسب. اتصل بيا 10 والله، اتصلت عليه اليوم ده اقسم بالله. اقول له يا حسين السؤال، انا معايا بتاع 30 واحد صحابي هندخل المسابقه. يقول لي لا، ولا احنا ولا المعارف ولا حتى اصحابنا ولا اي حد من الناس. كله الا الشفافيه والمصداقيه. طب يا جدعان، قبل ما نفتح الصندوق العشوائي ده، عايز اقول لكم ان اول هديه هتطلع معانا في الصندوق العشوائي ده هتكون من نصيب الفانز، واول واحد هيجاوب عليه هو اللي هيكسب الجائزه اللي هتطلع معانا اول جائزه. المهم يعني ان احنا كنا عاملين لايف على تيك توك الاسبوع اللي فات، وفي واحد كسب موبايل، وفي اثنين كسبوا كل واحد 500 جنيه، وفي 11 واحد كسبوا كبات من وولفز. خش على الانستجرام واستنى اللايف يوم الجمعه الساعه 7 عشان في مفاجات. السؤال هيبقى تافه وسهل وبسيط، هيبقى الهديه بتاعته موبايل. طب يا جدعان، دلوقتي هنبدا نفتح الصندوق. انا مش عارف ايه اللي جواه، بس انا حاسس ان جواه قله ادب. فمين هيفتح الصندوق الاول؟ يا نهار اسود ولا بوشي. طب يا جماعه، بس صلوا على النبي قبل اي حاجه، انا لو في 100 دولار هنا اللي اخدها. عشان بتاعت ما شافش الفيديو اللي فات يا جدعان، ال 100 دولار بتاعته اللي اتقطعت كنا هنعيط عليها. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان والله فعلا احنا ما نعرف اي حاجه موجوده في البوكس ده، فاحنا المفروض ان احنا كنا هنفتح نتفاجئ زينا زيكم، بس المشكله ان احنا مش عارفين نفتحه. يا جماعه، حد يجيب الولاعه عشان نولع البتاع ده. معاك ولاعه؟ يا ساسا، بص كده، بص كده، باظت خالص. هات الولاعه بتاعتك يا ساسا، وانا شفتك ما تحورش عليا يا عم بقى. يا عم ما تحورش يا عم انت بتحور والله، انت بتحور. فين الولاعه بتاعتك؟ مين اللي كان جوه بيشرب وانا قلت له؟ قام جالي الولاعه مش بتاعتي. مين بتخبيها في السريلاك يلا؟ لا، فين الولاعه؟ مش عارف. سبايد باسبورت. فتحت. واخيرا. طب يا جماعه، بس قبل ما نفتح اخر حاجه، عايز اقول لكم ان في بيج بعتت لنا الهديه ديت، هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. مايستري بوكس ايجيبت ده برضو اكونت الانستجرام بتاعهم، تابعوهم عليه. روقوا انتوا بقى. الله. انا سمعت ان اول هديه كيكات والله العظيم. خد هات بس كده عشان نبقى حلوين. بس اول هديه هتكون للفانز اللي هيجاوبوا على السؤال في اللايف يوم الجمعه الساعه 7 على الانستجرام. نفتح تاني هديه بقى. وسع بقى. انا مش جايب ابن اختي معايا، انا جايب ولاد اختي بس مش انت يعني. طيب يا جدعان، هنفتح تاني هديه دلوقتي حالا. وسع. يا رب يكون بلاي ستيشن. يا رب الله. ايه ده؟ ثلاجه. جبت ثلاجه.
انا مش عارف هو جاب لنا كمبيوتر ولا ايه؟ يا ربي انا بقيت استعد وفرحان. طب نفتح دي الاول نشوف دي ايه. يا نهار اسود. طب نفتح انهي الاول ونفتح انهي التاني؟ انا بقول نفتح دي. انا بس عايز اقول لهم حاجه قبل ما تفتح. قبل ما تفتح اقسم بالله احنا ما نعرف ولا هديه من الحاجات دي. باللي تفاجئ. وريني. افتح بقى. انا شايف مضرب جول وانا اصلا مولود في ملعب جول. افتح بقى. شد. اجري يا حسن. يلا يا حسن. الله الله. تعرفت منين يا جماعه ان انا بلعب جول؟ اوه واو. ساسا الهديه الاولى هتكون الهديه الثانيه بعد السنه الاولى بتاعت الفانز دي هتكون من نصيب ساسا. حسن بيتريق عليا بيقول لي انت ازاي تقول ان انت مولود في ملعب جولف وانت عمرك ما لعبت جولف؟ ما اعرفش حاجه. تاني هديه المفروض ان انا اجربها لكم. جالنا ملعب جولف. تعالى كده وريكم على بعض. طب يا جدعان يلا نفتح ثالث هديه. طب دي لوحدها هديه. نفتح الثالث هديه كده كده. هنسيب البوكس الكبير ده اخر حاجه خالص ونفتح كل حاجه. الله الله يا الله يا نيجا. بقول لك استنى استنى استنى. تعال عشان اللي في بالي. يلا تعال عشان اللي في بالي. يا نهار اسود يا جدعان والله العظيم انا بدور على اللعبه دي اقسم بالله من وانا صغير. اصل انا كنت بلعب مونوبولي دي وانا صغير اقسم بالله. امبارح كنا بنلعب بنك مصر وقول حطيت عليه واشتريت الناصر. يا جدعان انا هعمل لكم مفاجاه باللعبه دي عشان انا حرفيا بدور عليها من زمان. احنا هنلعب مونوبولي الفيديو اللي جاي فلوس بجد. جاهز يلا. سمعت الكلام ده يلا؟ اول 10000 جنيه. سمعت الكلام ده يلا؟ لقينا كاب وولفز في البوكس. كاب وولفز جوه. ايه ده ايه ده؟ بتكلم بالحرف. ايه ده؟ لا لا لا. رصاصه طلع جوه البوكس. يا لهوي. طب يا جدعان دلوقتي هنفتح رابع هديه. قبل ما نفتح رابع هديه طبعا لازم نقعد نفرك الفرقه بتاعتنا. ياو. يا خوفي. يا لهوي. طبعا احنا قلنا ان احنا نفتح البوكس الكبير ده اخر واحد. للاسف ده شكله مش قادر مش قادر مش قادر. اوه الفضول هياكل. يلا اقعد. الله يهديك يا ابن الحاوي. اكس بوكس. ده انت عارف ده كنكت والله. وسع بس كده عشان نبقى حلوين. يا جماعه بس عشان ما يبص بس بالراحه. ده لازم يفتح كده كده. اكس بوكس كده. كلام جد والله. اكس بوكس كنكت كمان يا ديني. انا حبيت يا جماعه الراجل اللي عمل البوكس ده والله العظيم. هو انت مرحل ليه؟ هو انا ما بفهمش. مش بتلعب عليه؟ الله يرحمه. انت مش بتلعب عليه اصلا. قلبي ومفتاحه. اطلع بقى. انا لو اعرف ان انت كده ما كنتش اتغشمت عليك وانا بفتحه. طب يا جدعان قبل ما نفتح الاكس بوكس اللي هو بيقول عليه يعني المفروض انا بصوا يا جماعه بيشغل يوتيوب هيكل توينز اهو. بس يا جدعان ثانيه واحده بس عايز اقول لكم حاجه. اللي بعت لنا الصندوق ده مايستر بوكس هتلاقوا اللينك بتاعه في الانستجرام. اي حد عايز صندوق زي ده يطلبه من عنده. مش مستوعب. انا مش مستوعب لسه الموضوع والله يا جماعه. كان هيقع. هو في شيء صح والنبي نلعب ايه ده. اكس بوكس. حبيبي افتحوا بس كده عشان نبقى حلوين مع بعض. انا خايف يكون عارف انت اللي واقع لاب وحاطط لك فيها علبه و... واه يا قلبي. يا قلبي. قلبك انت. يا نهار اسود. يا امشي يا ابني. شوف انت رايحين يا ابني. شكرا شكرا على هدايتك. يا لهوي يا جدعان. انا دخت والله. انا بحط حاجه. طب يا جدعان نطلع بس نفنط الحاجه اللي جوه الكرتونه كلها عشان كده عيب. اقسم بالله لو ما سبت اللي في ايدك اللي هاجي اعضك. سيب اللي في ايدك وارجع عشان انا شايف السلوك كده. فنطنا العلبه بتاعه الهديه مش فاكر الرابعه ولا الخامسه. يا بوشي سيب الاكس بوكس تعالى يا بوشي عشان انا شايفك ومش هتعرف. يا اسطى والله كان عندي واحد بس الله يرحمه يا اسطى. يعني عايز اجيب لك ده مثلا. يا سيدي الله يرحمه الحي ابا ده بتاعي. جربوا افتحوها كده معايا. انت قوي. انا قوي. باظت خالص. باظت خالص. طب يا جدعان بما اني ما بلعبش اكس بوكس كتير بس انا فرحان حرفيا بالهديه اللي جت دي. بس بقرر ان انا اطلعها لحد هديه في اللايف اللي جاي. يا اسطى والله ضحكوا دي ده. يعني مش عايز حد من الفانز يتبسط عشان كان عايز الموبايل. قلت له والله ابدا لازم الشفافيه والفانز هم اللي هياخدوني. بس انا لسه بفكر يا جدعان هجرب العب عليه الاول كده عشان ما لعبتش اكس بوكس في حياتي. تعبت؟ تعبت من ايه يا عم؟ من الصوره. صورتي كل ده عشان تصورنا صوره الفيديو؟ مش كده. انا كنت تعبت صوره الفيديو. لا اسمه ايه؟ حسن. إيه؟ وانا حسين. طب والاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ هيكل كمان. ايوه. طب يا جدعان دلوقتي صاصا هو اللي هيفتح لنا الهديه اللي بعدها. اوبا اوبا اوبا. لقيتها ولا لسه؟ طب دور تاني. انت عايز تشوف صاصا؟ يلا امسكها امسكها. مسكتها. ايه انت بقى. المهم قررنا نجيب احنا الهديه. هو حاجه شكلها خلصنا.
لا من فضلك ما تقوليش خلصنا، من فضلك ما تقوليش خلصنا عشان في قله ادب جديده جايه. تفتكر في موبايل من نصيبي يا عم؟ ولو مفيش موبايل انا مبسوط بالاكس بوكس. انا راجل غلبان. طب يا جدعان لو طلع اللي انا مبسوط فيها، لو طلع موبايل دلوقتي هيبقى من نصيب بوش عشان احنا قطعنا له $100 الفيديو اللي فات. اقسم بالله ما يحصل. قال لك ولو بيرفكت. ايه ده؟ ولا على فكره ده النوعيه اللي انا بستخدمها يا جدعان، عيب يعني مش هستخدم زي بعض. الله الله شكلها فخامه. ايه ده؟ بص كيس المايونيز اللي على الجنب ده شكلها قلق. نو تاتش نو تاتش من فضلك. سيتي اي ام ذا كينج، يعني الفانز بتوعنا مسمينا ملوك اليوتيوب ودول بعت لنا اي ام ذا كينج. كده كتير يا جدعان والله، كده كتير قلوب. طب يا جدعان اي حد لسه بيتفرج برضه مش عامل سبسكرايب دلوقتي حالا، بفكركم بس تنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب عشان داخلين على 3 مليون مشترك قريب قوي. يا جدعان ده احنا هنعمل لكم حته حفله بتاعت 3 مليون مشترك، والله العظيم حفله قلق قلق بخطط لها من دلوقتي. اللي بعده مسكته امه اهو. افتح. لا افتح انت. لا افتح. افتح انا. لا افتح والله. ابوس ايدك بقى كفايه. كل ده عمالين نفتح في الهدايا اللي هي الصغيره. تفتكروا البوكس ده فيه ايه؟ فيه ماشي كيس شيبسي بالطماطم تاني. طب انت ليه بتقفل الهدايا كده ليه؟ ليه؟ عايزها انت عارف عشان بس قافلين الجيمات بقالهم كام يوم، فانا مش عارف افتح. انما انا قوي. تعالى ده يا جدعان شير بستنج يا كيمي. فرج حاجه فيها حاجه تنزل بيبو دي يا جدعان، حاجه ليها علاقه بالجيم. فرج بتهزر ولا اقول ايه؟ نينجا. انا نينجا من زمان يا جدعان. يا نينجا ده لبس التيك توك. طب انت بتفتحه كده ليه؟ قطعت الكيس. سوري سوري. ايوه بص بقى سيبونا ناخد فرصتنا بقى. ويجا. ايه ويجا دي؟ مش عارف بس هي كام ويجا كام ويجا و... لا ده بص اللي هي مكعبات دي عرفتها، بشوف ناس بتلعبها. ايوه. طب هو احنا بصراحه مش عارفين دي ايه، بس انا حاسس ان هي يعني حسن بيقول ان هي بتخبطها كده لا لا بس فاتت ايه يعني. شفت انت اصلا عارفين يا جدعان الورده اللي هي بتاعت اسمها هباد الشمس دي؟ دي يا اسطى بيرصوها ليها رصه معينه اللي هي الرصه دي يا جدعان. أيوة. كل واحد بيشيل واحده. هصورها لكم فيديو ان شاء الله الفيديو الجاي. كل حاجه دي بتوزع من مال امك. وبنشيل واحده. عارف هتبقى فيديو ليه؟ عشان هيبقى في حكم اللي هيتحكم عليه ده. والله يا ابوشي ما مزعلك وهعمل لك ده فيديو بس وفيديو هادف كمان. اخويا فعلا ده ما طلعش بيهبد يا جدعان، سايبه وعمال اقول ماشي ويدي له حقه. فعلا انت ما طلعش بيهبد مش عارف انا كده يا ابن. يعني ينفع؟ طيب يعني ده ينفع؟ سبته لقيت موبايل. اللي بعده ايه؟ بطني انزل يلا انزل يلا. فشتها فشتها فشتها. بص دي البوشي دي شوكولاته. دي ليك يا بوشي يعني دي ليك. انت وعدني لو موبايل. اوف استنى بس عشان دي حاجه والله العظيم دي اكتر حاجه الوحيد اللي هيتبسط بيها. انا عرفت ايه يا جدعان اللي هيتبسط بيها دلوقتي هو اللي ماسك الكاميرا دلوقتي. انت بتهزر. انا شايف ريحه حاجه حلوه بجد. استنى قريب استنى. عرفتها؟ والله عرفتها. اخيرا هنطور من نفسنا. اخيرا هنرتقي بقى، هنقب بقى وهنعمل فيديو بكواليتي حلوه بقى. بدل اللي معايا اللي معايا بايظه والله. اللي معايا مش كويسه. بص بس ازاي هي دي. الله يا فرحتك والله. انا استخدمها دلوقتي. شفت كويس ان انت وفرت وما جبتلوش. والله قعدت اقول لها هات لي واحده قال لي هجيب لك. الحمد لله انا كسلت انزل اجيب لك واحده. يا ابني ارمي اللي معاك بقى بسرعه. والله ارميها. وقع وقع. جوريلا ماسكه نفسيها. علي النعمه يا جدعان ما احنا مكملين الفيديو لما نركب الترايبود. فك يا ابني القديمه دي. مصدق اسمها جوريلا. دي جوريلا. فك 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 بس بس. هو كان بايظ اصلا ومكسور لوحده. وريني كده يا ابني. لا ده لسه جديد يا بوشي. يا بوشي في حاجه يا بوشي ولا ايه؟ شو ده في ايه مالها؟ وريني يا جماعه هو انتوا فلاحين يا حبيبي دي بتتفك كده. يا لا اقول لك اول مره اعمل حاجه صح في حياتي. لسه اقول لك كويس انجاب. خلاص يا بوشي انت بقيت محترم. هاي يا جدعان ركبت اهي اول فيديو بالترايبود الجديد. يو زي ما احنا متعودين ان كل شويه حد بينزل يجيب لنا الهديه، فالاخت المره دي هي اللي هتنزل تجيب لنا الهديه. تعالى معايا هات بقى الهديه تحت. هات لنا الهديه من جوه. يوتا مش وش نعمه. طب افرضي كنت لقيت قلب التونه جوه. تعالى يا جدعان دي اكتر حاجه بحبها في حياتي. في هدايا تاني؟ قفشت واحده. في هدايا تنزلي تجيبي الهديه؟ خايف تكوني اللي في بالي. ايه يا بوشي ده؟ بوشي خد الاكس بوكس في حضنه. نفتح هديه كمان هديه كمان. طب يا جدعان بفكركم برضه عشان احنا داخلين على 3 مليون مشترك، انزل دلوقتي حالا اشترك في القناه عشان نوصلها 3 مليون. كل ما يفتح هديه يقول لنا انزلوا اشتركوا في القناه. ايه يا عم؟ عايز اوصل 3 مليون مشترك بقى. الله اشتركوا في القناه بقى. لا ايه يا حسن في ايه يا حسن؟ هو في ايه بقى الهدايا اللي مش عارفه تفتح دي؟ قبل ما يفتح الهديه بس نكون ايه؟ انا حاسس ان انا عرفت الهديه اللي جواها دي ايه. الله على نفسك شفايفنا دي نضاره. والله كان نفسي في نضاره كده. تو ماتش تو ماتش يا ابوي.
والله العظيم بص هقفل الفيديو عليك محتوى والله اقسم بالله هقفل الفيديو محتوى عنف عليك. انا عرفت انا هعمل لك يا بوش 122 اهو يا لهوي اه نيجا ارمينيو النضاره ديت رصاصه ودني كاسه يا نيجا خلاص يا جدعان والله بقى موديل. طيب يا جدعان عايز اقول لكم حاجه كمان ان ساسا موديل اصلا على الانستجرام وعايز اقول لكم ان البيج بتاعت الانستجرام بتاعته اهي كل الناس تتابعوا عليها ده شهر من بره خلاص عنده فولورز اكتر مننا. طب يا جماعه دلوقتي بوشي هو اللي هيجيب لنا الهديه اللي بعدها افرح 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 اصلا جايبينك عشان ايدك طويله مش عشان نزل طلع باثنين اثنين هديتين يا مستر افتح دي افتح دي كده ندرك ان في هديتين لسه بتاعتي الله ما اعرفش ان احنا بنستغل عشان ايده طويله بس 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 طب دي فيها حاجه البيبو يا جدعان بجد كده كتير يا ابن المرزقه يا مرزقه يا ابن المرزقه كده ايه كفايه راجل. طب يا جماعه والنبي لسه داخل تيك توك جديد ممكن استخدمه تيك توك يا جدعان مش هنديها له برضه مصر كلها لسه داخله تيك توك دلوقتي عشان كده اكونت التيك توك بتاعنا كنت لسه بقول لكم ان هو مليون بس طلع مليون و100 الف لا احنا خلاص اكونت مليون و200 الف يا بيه يا جماعه دي مش كاميرا وش جماعه دي مش كاميرا ولا ند مش انتوا كل يوم تقعدوا تقولوا لي ان مش هتفرج على فيلم قوم يا بوش شغلنا فيلم مش انتوا الحيطه عندكم لونها ابيض ده تعالوا بص يا بيه بص يا بيه في ورا ظهره في ورا ظهره اللي في بالي انا الوحيد اللي شايف ماتشات ايه ده قول لي طيب يا نهار اسود ده تشو يعني ايه ده تشو ده يعني هنتفرج على الماتشات قد الحيطه دي حضرتك ونتفرج على فيديوهات هيكل توينز يعني فيديوهات هيكل توينز ايوه ايوه انزل هات حاجه ثانيه يمكن تجيب حاجه حلوه بسرعه اكننا قاعدين في السينما افتح افتح مش هات حاجه ثانيه يا جماعه انا اللي لقطت الاكس بوكس وانا اللي لقطت والله بس يا عم كفايه 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 واسع هو انا ليه حاسس الراوتر عشان حاسس ان النت ضعيف في مصر ليه؟ اه عشان حسن وحسين طب والله العظيم يا جدعان عرفت ان ده بتاع حسن المفضل فعلا يا جدعان بس والله ده يا جدعان والله ده الفيفورت بتاعي مش عايز اقول لكم اقسم بالله يا جدعان انا مخلص علبه حسن اللي فاتت كان جايب واحده زي دي بالظبط مخلصها له سن انزل 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 انت ايديك حلوه انزل موبايل الله هو وريني وريني هو شكله شكله موبايل وريني وريني 11 برو ماكس وايت ليه طب وريني بس كفايه بقى يا جدعان انا ابتديت اخاف والله العظيم في انا كنت فعلا ناوي اعمل الفيديو ده خمس دقايق ثلاث دقايق بس الهدايا كتير احنا كل ده لسه ما فتحناش انا قلت لك روح شوف امك عايزه ايه انت اللي فضلت واقف هدايا جت في صباعك اهو تحميلها في تايمز بقى نفرح بالاكس بوكس والهديه والجدعان والله فعلا اليوتيوب ممكن يقفل الفيديو ده محتوى عنف من كتر العنف اللي جالنا في السنه ده نضاره تانيه لاخويا بص تعالى اصلا تاتش امسك عسل امسك عسل اكيد زي بتاعك احلى البني انت واخد المستوى بصمت بس بايديك يا جدعان والله العظيم كده كتير قوي ما تخلوا جيبوا يا جماعه جيبوا واحده لا لا انا حلو كده تعالى انا والله خلاص كده لا لا تعالى هات يا بيبو هات يا بيبو الواد ما نشوف ايدك انت يا بيبو عامله ازاي بيبو بيعوم يا جدعان يا بيبو الله جبت يا بيبو مش عارف ده ايه ده ايه ده يا بيبو لا يا جدعان عيدوها تاني يا لويا مش ايه ده اوه 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 شياكة يا جدعان سلم عليا يا بيبو طب يا جماعه بما ان الهدايا ما بتخلصش فالفانز هم اللي هينزلوا يجيبوا الهدايا اللي بعدها يلا خش بالراحه يا جدعان الفانز طلعوا دول طب يا جدعان دلوقتي بوشي نزل طلع باكس بوكس اما نشوف الفانز نزلوا هيطلعوا بايه هي شكلها علبه تونه فعلا فانز احنا كنا قايلين قطع علبه تونه وطلعت علبه والله شكلها علبه تونه افتح افتح في خفاش وحصان ونضاره وقنبله يعني حاجات مالهاش علاقه ببعض طب يا جدعان غالبا دي لاولاد اختي زي ما انا قلت يا جدعان هي هتبقى لاولاد اختي حاضر الروشته بتاعتها واعرف هي ايه بس انتوا لو تعرفوا برضه عرفونا في الكومنتات ما انتوا ما تسيبوناش كده يا جدعان طب يا جماعه معلش ما تسيبوناش كده يا جدعان حسين بقى بقاله كتير ما نزلش يجيب لنا هديه عشان كده هو اللي هينزل ولا 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 اوبا يا نهار اسود على اللي حصل امي يا جدعان هتنزل تعمل لي هديه دلوقتي ده في واحده مخلصه مين اللي قال مفيش هديه تاني تصدقوا ان احنا لسه ما فتحناش الصندوق الكبير انا خلينا نفتح الصندوق الكبير لوحده في الفيديو والله الصداع والعظمه كفايه بقى انا فعلا محتاج بعد الهدايا دي بنادول اكسترا انا تقريبا عارفها وسع كده عارفها والله العظيم عارفها دي اللي بتتحط على الارض دي هيتعمل بيها تشالنج يا جدعان حورني والله عارفها كده نبقى خلصنا الفيديو النهارده ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه عشان نوصلها خلاص 3 مليون مشترك وما تنسوش اللايف بتاع يوم الجمعه الساعه 7 على الانستجرام اللي مش عامل لنا فولو على الانستجرام ينزل دلوقتي حالا يعمل فولو سؤال سهل جدا واللي هيكسبه هيكسب موبايل اوبو او هواوي هنعلن قبل المسابقه بيومين على الجائزه بالظبط ودوت هنفتحه في الفيديو اللي جاي ونشوفكم الفيديو الجاي